خليني اقول ان انتم يعني ستجدوا دايما في منطقتكم في ظل الاسلام السياسي والمجهود اللي اتبذل في خلال السنوات اللي فاتت عشان السماح لهم بلعب دور في المنطقه، ستتاثر وستظل المنطقه في حاله من عدم الاستقرار الحقيقي طول ما في اسلام سياسي يسعى لتسليط السلطه في بلادنا. Let me say that you will always find something like this in our region, especially with political Islam. There have been efforts that have been put forth for many years to make sure that this political Islam is having a role on the political arena. And consequently, this part of the world will remain in a state of instability as long as political Islam is around. لكن المهم انت لازم تكون متاكد مني ان الموضوع في مصر على سبيل المثال وخاصه في مصر هو الانباء العام في مصر لا يستطيع ان يقبل ولن يقبل بتواجد داخلي بهذا الاسلام السياسي اللي يحكم مصر، ورفض هذا الموضوع عندما تولى السلطه المده.